20.4% من الفتيات القرويات اللواتي يبلغن المستوى السادس ابتدائي. اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقدم اهم خلاصات واحد الدراسه اللي قام بها، وهذه إحالة من طرف البرلمان في أكتوبر، يتوصل بها في أكتوبر 2023. فالموضوع الدراسة هو الأثار الاجتماعي والاقتصادي، وهو أثار تزويج القاصرات في الحقيقة على هاد الفتيات. فعموما الخلاصة الأساسية هو أن هاد الأثار الاجتماعي والاقتصادي سلبي. من ناحية الإحصائيات نلاحظوا بأن إلى حد الآن راه 13,000 طفلة تم تزويجها يعني علنيا في 2022، وتنشيروا حتى في التقرير بأن هذا الرقم ما غاديش نقولوا غير صحيح، إنما هو ماشي هو الرقم الحقيقي، لأن تتم تزويج واحد العديد من الفتيات على طريق الفاتحة، فبالتالي ما تدخلوش في الإحصائيات. جينا بواحد التوصيات اللي هي عموما فيها ثلاثة الركائز. الركيزة الأولى هي الجانب القانوني، وأهم التوصية هي نسخ المادة 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة، اللي هي تتسمح للقضاة بالاستثناء. ما غاديش ندخل التفاصيل علاش وكيفاش، داكشي كلشي راه هو موجود. التوصية الثانية وهو أن خص السياسات العمومية اللي تتهتم بحماية الطفولة بالمدرسة يعني بالتعليم، من الضروري أن تقوى وأنها تسرع يعني في الإجراءات باش تحمي أكثر الفتيات من مغادرة المدرسة، من الخروج من التكوين، وفيما بعد كاع جميع الإشكالات اللي هي ما تتخليهاش تدمج في الشغل يعني في عالم الشغل. الثالثه هي تطوير منظومه معلوماتيه باش المغرب يتوفر على مؤشرات واضحه اللي تتمكن السلطات العموميه تتبع واحد العديد من السياسات.